السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في مثل شعبي عندنا بيقول ايه، رزق الهبل على المجانين. اهو ده اللي بيحصل في برنامج رامز. احنا كلنا عارفين ان رامز بيبقى متفق مع النجوم قبل ما يجيبهم ان هو هيحصل معاهم مقلب، وفي المقابل بيديهم ملايين الجنيهات. اصدمكم واقول لكم تكلفة برنامج رامز السنة دي 80 مليون دولار، يعني تقريبا كده ميزانية الدولة. طبعا البرنامج الناس كلها بتستناه، مع انه برنامج فاشل لأعلى درجة يعني، ومعظم مشاهدينه من الأطفال، هما بيستنوه على الفطار باستمرار. هقول لكم أجور الفنانين مع رامز. أولهم طبعا وأعلاهم أجرا كان فنان أحمد السقا، ده لأنه قليل جدا في ظروف البرامج، فطلب بمبلغ مبالغ فيه جدا، هو 3 مليون جنيه. يليه على طول الفنان حمادة هلال، أخد 2 مليون جنيه. الفنانة سمية الخشاب أخدت 1.5 مليون، وفي المقابل مي عمر مش أقل منها بقى برضو 1.5 مليون. أما شيرين رضا وأحمد مالك مع الاختلاف الكامل بينهم، كل واحد أخد 1.5 مليون برضو. الفنان طارق لطفي ومحمد شاهين ويسرى اللوزي وأحمد عيد وفوقيهم الفنان باسم سمرة، أخد 1.2 مليون، مع العلم إن باسم سمرة طلع مع أحمد السقا ولكنه اخذ تقريبا نص المبلغ اللي اخده احمد السقا. الفنانه نجلاء بدر وايتن عامر وميرهان حسين، كل واحده فيهم غلابه اخدوا 1 مليون بس. اما في ناس ده بالجنيه المصري، لكن في ناس اخدوا بالدولار ان هم مش مصريين. الراقصه جوهره وبدره اخدوا بالدولار. اخدوا كام دولار؟ اخدوا 25,000 دولار، دول لانهم مش مصريين فمحبوش يتعاملوا بجنيه المصري. كان اقل اجر الفنانين الناس غلابة قوي حمو بيكا وكزبرة، رادوا بقللهم وكل واحد فيهم اخد 800,000 جنيه غلابة. اما نجوم الكورة فكلهم اخدوا 1 مليون جنيه، ما عدا النجم الكبير اسلام عاشور، ده بقى اخد كام؟ اخد 2,250,000 جنيه. اما حسن شاكوش ومراته او طريقته ريم طارق، كل واحد فيهم اخد 800,000، مع انهم ما عملوش حلقة ولا حاجة، دخلوا عملوا الشغل اللي حضراتكم شفتوه. طب كانت ايه فكرة البرنامج؟ فكرة البرنامج ان رامز بيجيب 2 المفروض بينهم وبين بعض مشاكل وهو بيصالحهم في البرنامج، بس 90% من اللي جابهم حصل بينهم مشاكل اكتر وقواضي اكتر. وكان اعلاهم مشاكل كانت ريم طارق وحسن شاكوش، اللي هم اصلا ما عملوش حلقة. ريم طارق دي لو حضراتكم تفتكروا اللي ركعت او سجدت في الارض يوم جوازها من شاكوش، وبعدها بشهرين كان مشاكلهم فضايحهم مالية السوشيال ميديا، فاخدوا في كل واحد فيهم اخد 800,000 غلابة برضو مع حمو بيكا وكزبرة. يا رب ارحمنا من البرامج التافهة دي، ويا رب نشوف حاجة تكون مفيدة ويدفع فيها الفلوس دي كلها. وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.